وحول هذا الموضوع قال سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال اتصال هاتفي سابق أن برنامج تنمية الكوادر التقنية وتدريب الكفاءات الشبابية في المجال التقني يهدف إلى صقل الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للحصول على الوظائف النوعية في كبرى الشركات الخاصة والقطاع الحكومي. البرنامج يهدف إلى صقل شخصيات الشباب شابات البحرينيات وتزويدهم بالمهارات الفنية والمهارات الناعمة، تواصل، بحث، انضباط، تحليل، حل مشاكل، تفكير خارج الصندوق، ورسم الخيارات المتاحة لهم في المستقبل سواء في القطاع العام أو الخاص، لأن احنا نحتاج هذه الكوادر في القطاع الخاص من كبرى الشركات حتى تأخذ البحرينيين يكونون قياديين في المستقبل، نحتاجهم في القطاع الحكومي، إلا الحقيقة نخسر الأعداد الكبيرة منهم حتى هم فعلا يكونون في الصفوف الأمامية ويبنون الأنظمة اللي قاعد نشتغل عليها واللي فيها طبعا طلب كبير، واكتسابهم الثقة من خلال عملهم على مشاريع وطنية كبيرة مثل البوابة والخدمات الموجودة. مر علينا تقريبا أقل من نص سنة على الدفعة الأولى، التقيت أنا أمس بنص الدفعة، أغلبهم أو كلهم انتهوا من مشاريع كاملة بشكل متكامل، وعندهم الثقة يقول لك أنا أحس نفسي أروح أقابل وزارات أقابل مسؤولين. ايضا من ضمن البرنامج يعني نلاقيهم بقيادات تقنيه في القطاع العام والخاص ومؤسسي شركات ناشئه حتى يتعلمون من قصص النجاح هذه وتكون جزء من شخصياتهم.